السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكل المتابعين الكرام على قناتكم الفنية قناة كوكب الفن، وفي هذا الموجز المليء بالأحداث الحصرية. لكن قبل البداية لا تبخلوا علينا بالاشتراك وكذلك تفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا بكل ما هو جديد، وأيضا لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب حتى ترقى القناة نحو الأفضل، وسأكون شاكرا لكم. وحتى لا أطيل عليكم أترككم مع هذه العناوين. منظمة الصحة العالمية تعترف بالخطأ حول طرق انتقال عدوى كورونا. احتمال انتشار موجة ثانية من جائحة كورونا بالمغرب، خبير يكشف الأسباب. وزارة الداخلية توقف قائدة الدائرة 18 المثيرة للجدل. مصادر إسبانية تتوقع فتح الحدود البرية بين المغرب والمدينتين السالبتين يوم 15 من يوليوز. الفنانة جنات تنتظر طفلها الثاني وخائفة من الأيام الصعبة القادمة. والآن لننتقل إلى التفاصيل. احتمال انتشار موجة ثانية. اعترفت منظمة الصحة العالمية رسميا الخميس بأن القطرات التي تحمل الفيروس التاجي قد تكون محمولة في الهواء، وأن الأشخاص الذين يقضون فترات طويلة في أماكن مزدحمة مع تهوية غير كافية قد يكونون عرضة لخطر الإصابة بالعدوى، وهو اعتراف يرى علماء أنه جاء متأخرا. وقالت منظمة الصحة العالمية إن انتقال الفيروس عن طريق الهواء الجوي أو القطرات الصغيرة المتناثرة ربما يكون مسؤولا عن تفشي فيروس كورونا المستجد بين الناس، ولا سيما في بعض الأماكن المغلقة مثل المطاعم والنوادي الليلية وأماكن العبادة أو أماكن العمل التي تتطلب الحديث بصوت مرتفع. وجاء اعتراف المنظمة بعد أن وجهت إليها رسالة موقعة من أكثر من 200 خبير في الصحة عبر العالم، طالبوها بتعديل تقاريرها بخصوص طرق انتقال فيروس كورونا المستجد. والسبت الماضي ذكرت وسائل إعلام أن أكثر من 200 عالم من جميع أنحاء العالم تحدوا المنظمة فيما ذهبت إليه بخصوص كيفية انتشار الفيروس التاجي، ووقع ما مجموعه 239 باحثا من 32 دولة على الرسالة التي يبدو أنها وجدت آذانا ساغية في المنظمة ولو بشكل متأخر. ويرى هؤلاء الخبراء أن انتقال الهواء الجوي يبدو هو السبيل الوحيد لشرح العديد من حالات انتقال العدوى، والتي لم يجد لها المختصون أي تفسير، بما في ذلك عدوى العشاء التي كان مسرحها مطعم في الصين، بالرغم من أن الزبائن جلسوا على طاولات منفصلة، وأعضاء الجوقة في ولاية واشنطن الذين اتخذوا الاحتياطات اللازمة خلال بروفا لكنهم أصيبوا جميعا. وفي السابق لم يكن مسؤولو منظمة الصحة العالمية ينكرون بأن الفيروس يمكن أن ينتقل عن طريق الهباء الجوي، لكنهم كانوا يقولون إن ذلك يمكن أن يحدث فقط أثناء الإجراءات الطبية مثل التنبيب الذي ينفث كميات كبيرة من الجسيمات المجهرية. احتمال انتشار موجة ثانية من جائحة كورونا بالمغرب، خبير يكشف الأسباب. قال مصطفى الناجي، اختصاصي في علم الفيروسات ومدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن ظهور موجة ثانية للإصابة بفيروس كورونا داخل المغرب أصبح أمرا متوقعا، لا سيما بعدما تم الإعلان عن فتح الحدود. وأوضح الأخصائي في علم الفيروسات في تصريح لأحد القنوات الإلكترونية أن جميع المعطيات المتواجدة حاليا تؤكد أن احتمال ظهور موجة ثانية وارد جدا ويجب الاستعداد لها. أضاف الخبير أن هناك احتمال تسجيل إصابات في صفوف المغاربة العائدين من الخارج كما كان في الموجة الأولى، لكن الإجراءات المتخذة ووعي المواطنين يمكن أن يخفف من حدتها. وأفاد الناجي أن من بين الأسباب التي يمكن أن تتسبب في ظهور موجة ثانية لكورونا هو عودة المغاربة العالقين بالدول الأوروبية، وكذلك عيد الأضحى الذي يعرف اختلاطا كبيرا بين المواطنين.
وأكد المتحدث نفسه أن الخطير في الأمر هو أن أعراض الفيروس لا تظهر على المواطنين، وبالتالي يصعب معرفة المصابين في الوهلة الأولى. وسبق لوزير الصحة خالد أيت الطالب أن حذر من حدوث موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا، مشددا على أن الفيروس لا زال موجود بيننا وإن كنا مسيطرين على الوضع. ونبه وزير الصحة خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين إلى كون احتمال حدوث موجة ثانية من انتشار وباء كورونا هو احتمال وارد جدا، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في اتخاذ الحيطة والحذر. وأضاف الوزير: الفيروس ما زال موجود بيننا ولم يتم القضاء عليه كليا، ليعود ويشدد على كون الحالة مسيطرة عليها بالكامل. وزارة الداخلية توقف قائدة الدائرة 18 المثيرة للجدل. أوقفت مصالح وزارة الداخلية وفق ما أفادت به مصادر مطلعة قائدة الملحقة الإدارية 18 في مدينة وجدة، التي كانت قد أثارت جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي في فترة الحجر الصحي، بعدما خاطبت مسنا في مسكنه وخاطبته بنبرة حادة لتأمره بإيقاف استماعه للتسجيل للقرآن الكريم إثر شكايات متكررة لجيرانه. وتم توقيف القائدة رسميا عن عملها بحسب المصادر ذاتها أول يوم الثلاثاء الماضي، لرفضها أن تتنازل عن شكاية رفعتها في وقت سابق ضد زملاء لها استهدفوها من خلال إنشائهم مجموعة في واتساب لهذا الغرض. مصادر إسبانية تتوقع فتح الحدود البرية بين المغرب والمدينتين السالبتين يوم 15 من يوليوز. أفادت صحف إسبانية تصدر في سبتة المحتلة بأن السلطات المغربية تنوي فتح حدود البلاد مع مليلية وسبتة المحتلتين انطلاقا من 15 من يوليوز الجارية. وفي هذا السياق أوردت صحيفة البويلبو دي سوتا أن حدود المغرب البرية ستفتح رغم عدم إشارة البلاغ الصادر عن السلطات المغربية إلى ذلك، وتابعت أنه سيعاد فتح حدود المدينتين في كلا الاتجاهين انطلاقا من منتصف ليل الثلاثاء المقبل. يشار إلى أن السلطات المغربية كانت قد أغلقت حدود المملكة منذ مارس الماضي في إطار إجراءاتها الاحترازية بعد انتشار فيروس كورونا في عدد من بلدان أوروبا. أما في أخبارنا الفنية، فالفنانة جنات تنتظر طفلها الثاني وخائفة من الأيام الصعبة القادمة. كشفت المطربة المغربية جنات للمرة الأولى عن حملها بمولودها الثانية، مع تلميحات من أصدقاء مقربين لها إنها تنتظر طفلة أنثى. وأبدت جنات مخاوفها من الولادة في هذه الأيام الصعبة مع استمرار معدل الإصابة بفيروس كورونا. جنات كشفت عن حملها بنشر صورة لها من عطلة صيفية على متن يخت خاص، وضعت يدها على بطنها المنتفخ وعلقت قائلة: أفتقدكم يا أصدقائي، أتمنى أن تمر هذه الفترة الصعبة علينا بخير، خذوا حذركم، مع هاشتاغ أنا حامل. وتلقت التهنئة من أيت عامر وعبير صبري، بينما ألمح أحد أصدقائها المقربين أنها حامل بأنثى واختارت لها اسم صوفيا. يذكر أن جنات احتفلت في شهر مايو الماضي بعيد ميلاد ابنتها جنات الأول بحضور زوجها فقط، التزاما بإجراءات التباعد الاجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا، ووجهت لطفلتها الوحيدة رسالة مؤثرة، كما كشفت للمرة الأولى عن اسم الدلع الخاص بالصغيرة. ونشرت جنات صورة عبر حسابها الموثق بموقع الإنستغرام تجمعها بابنتها وزوجها، وعلقت عليها قائلة: كل سنة وانت منورة حياتنا يا جيني، أول سنة عيد ميلاد. وشاركتها الاحتفال النجمة عبير صبري بتعليق قالت فيه: ربنا يخليك يا حبيبتي وتشوفيها أحلى عروسة. كما قدمت النجمة أيت عامر التهنئة لجنات ومعها المطربة المغربية إيمان الشميطي. وكشفت جنات سابقا عن مفاجأة تتعلق بعلاقتها بابنتها الوحيدة التي تحمل نفس الاسم، مؤكدة أن الصغيرة متعلقة جدا بجدتها ووالدها وبعدهما تهتم بها. وأكدت أن والدتها هي التي تتولى رعاية وتربية الصغيرة، وإنها لا زالت تشعر بأنها شقيقتها وليست ابنتها.
وأضافت المطربة المغربية جنات خلال لقائها ببرنامج دي إنسايدر بالعربي أن شعور الأمومة لم يغير بها كثيرا لأن والدتها هي التي تربي ابنتها معها، ما يجعلها تشعر بأن جنات الصغيرة شقيقتها وليست ابنتها. وتابعت مؤكدة إن ابنتها شديدة التعلق بجدتها ووالدها، وقالت أنا آخر حد في حياتها، بتحبيني طبعا وكل حاجة، ولكن مش زي ما بتحب جدتها ووالدها، رغم أن الأخير مشغول طول اليوم بعمله ولكنها متعلقة به جدا. واعترفت أنها أحيانا تشعر بالغيرة من زوجها لأنها تبذل مجهودا أكبر منه في رعاية الصغيرة، ومع ذلك هي تحبه أكثر. واستدركت قائلة بس بالنهاية أنا سعيدة بالعلاقة دي وشايفاها حلوة. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموجز، شكرا على حسن المتابعة، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. أستودعكم الله، إلى اللقاء.